الواد مع امه والاخ مع اخته، بقينا في هري كبير. اخوه بتحرش كامل. يا امه يا جميله يا حلو، وراح حضنها مره واحده. لقى امه لقت ان هو ايه، يا سلام يا امه لو تسيبي لي نفسك، وراح شال امه ودخلها اوضه النوم ومر سماعها الرذيله. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت واللي يقشعر فعلا لها الابدان. يا جماعه انا عايز اعرف، انا دلوقتي قاعد في البيت ومفيش غير والدتي معايا، وانا مطلق مراتي وسايبها وبقالي سنه من غير زوجه، هل ممكن ان انا ابص لامي؟ ما انا عايزكم تشاركوا معايا. انا امي قدامي دلوقتي حته فرس جميله طول بعرض بجسم، امي لسه عندها 40 سنه، هل ممكن ابص لامي عشان انا محروم من الستات؟ هتقول لي يا ما انت جبت قضيه قبل كده فيها الوضع ده وان الولد اغتصب امه، ايه الجديد؟ لا الجديد هقول لكم عليه. انا بس بسال السؤال الاول، ايه الجمال ان انا ابص لامي وهي حلوه؟ يعني انا اعرف واحد يعاكس واحد يقول له امك حلو اختك حلو، لكن ما شفتش واحد يبص لامه ولا فرس، يا سلام يا امي لو تسيبي لي نفسك. ينفع؟ ينفع الواحد يبص لامه البصه دي؟ ينفع؟ يعني الام دي هي اللي جايباك، هي اللي والداك، هي اللي مرضعاك، هي اللي كبرتك وخلتك راجل، عندك دلوقتي 28 سنه، تبص على امك ازاي؟ يعني انا حته ان الواحد يبص على امه دي من القضايا اللي كتير قوي بيستغربها. يعني انا لما كنت بجيب اقول شاب اغتصب امه الناس كانت بتستغرب، ازاي امه؟ على فكره احيانا يقول لك ايه، الولد ده ابن حرام. ايوه بس ابن حرام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لابوه ولا بالنسبه لامه؟ بالنسبه لابوه. ليه؟ لان الست اللي بتولد هي اللي عارفه مين ايه ابوه. مفيش على فكره نتكلم، لما نتكلم بصراحه كده، مفيش واحد في الدنيا يعرف ان اللي ده ابنه ولا مش ابنه، اللي تعرف بس هي الام، لانها ممكن في اي لحظه، في اي لحظه لما اكون ضعيفه الايمان وما عندهاش اخلاق ممكن تنام مع اي واحد. فبالتالي بيبقى حرام، بيبقى ابن حرام لمين؟ بالنسبه لابوه، لان الاب ما يعرفش. هو الاب يقول لك انا متجوز دي وخلفت من دي، انت ما انتش جراك انه منك انت. ده ممكن ابو الزور امها تنام مع واحد في البيت، ممكن تروح لواحده صاحبتها تنام مع جوزها في لحظه، انت مش عرفك. اللي يعرف فعلا ده ابنه ولا مش ابنه هي الام، هي اللي تقدر تقول لك الواد ده ابنك. سيبك من الجديد بقى اللي هو الدي ان ايه، ولا ان مفيش اب يعني في اب هيقول لمراته ايه، على فكره ما تزعليش مني عايز اقول لك على حاجه بس والنبي ما تزعلي. تقول له خير يا حبيبي؟ لا انت هتزعل. لا مش هزعل والله، ممكن بعد اذنك بس اخد العيال اروح احلل لهم الدي ان ايه. يا نهار اسود، في حد يقدر يقول لمراته كده؟ في حد يقدر يقول لمراته ممكن اخد عيالي اروح احلل لهم الدي ان ايه؟ اصل انا خايف احسن ما يكونش ولادي، ولا انت هتزعل ايه؟ طبعا دي كارثه، انت كده بتشكك في عرضها وفي شرفها وفي اهلها اللي ما عرفوش يربوها مثلا. ما حدش يقدر يعمل كده، بس الام هي اللي تبقى عارفه دول ولادك ولا مش ولادك. فبالتالي لما يقول لك ايه الواد ده ابن حرام، اي ابن حرام لمين؟ ابن حرام للراجل، لانه هو ما يعرفش، الراجل ده ما يعرفش ده ابنه ولا مش ابنه، ممكن يكون ابن حرام من واحد تاني، بس اللي واثقه وعارفه هي الام. ده مولود من بطنها، هي اللي حملت فيه وهي اللي ولدته وهي اللي رضعت وهي اللي كبرت وهي اللي شبعت وهي اللي خلته راجل. فما حدش يقول ده ابن حرام، ابن حرام ايه ده، هي اللي والداه. فبالتالي الشاب لما يبص لامه، وللاسف انت عارف يعني كنا ممكن نلتمس له العذر نقول ايه، ده بيدمن مخدرات، بيشرب استروكس، بياخد ترامادول، نقول تحت غياب العقل عمل كده. لكن ده الشاب ده على فكره لا يتعرض اي شيء، كل مشكلته ان هو مطلق مراته. فامه في يوم من الايام دخلت، رجعت من الشغل وهي مدرسه، فبغير هدومها في اوضه النوم، فمره واحده بيهزر معاها، عملها بهزار، يا اما يا جميله يا حلو، وراح حضنها. ومره واحده لا ام لقت ان هو ايه، نزل فيها قبلات وراح رماها على السرير ورقت فوقيها. الست راحت جاريه وزعقت وطلعت بره وراحت عند بنتها، والعيله جات وعم وخال وده وده، وهو اعتذر لامه وبكى بكاء عنيف وقال لها سامحيني والله انا كنت هموت نفسي، انا ما اعرفش ازاي عملت كده وحقك عليا. وكانت طبعا مصيبه لانه خد تعنيف وخد كلمات مثل الرصاص. والام كالعاده سامحته وطبطبت عليه وقالت له خلاص يا ابني انا يعني عارفه ان انت محروم واحنا لازم نشوف لك حل في مراتك ترجعها او تجوزك. وقلب الام ده اعظم واحده في الكون، الام يعني الامومه دي. انا احيانا لما ابص للام بحسدها لانها كميه حنان غير عاديه، ده ربنا مخليها تحس ان الام دي حته من الجنه في الارض. مفيش شك ان اعظم حاجه في الدنيا الام، الام بعد كده الاب،
بس الام رقم واحد. صدقت يا رسول الله لما قلت امك ثم امك ثم امك، فعلا الام ده اجمل حاجه في الدنيا. المهم في يوم تاني الام ابتدت تخاف من ابنها. صحيح هي سامحته والواد اتعادل معاها، لكن الفكره كلها ان الولد نظراته لامه دايما الام بتحس فيها بالريبه، دايما بتخاف منه، وخاصه ان هي راحت جابت بنت ابنها تاني، واحد تاني معايشاه معاها في البيت، خافت منه، جت طول ما البنت موجوده عمره ما هيبص لي. ففي يوم من الايام طالعه من الحمام ولابسه انت عارفين الروب بتاعها كده، فدخلت اوضه النوم لقته نايم، وسبحان الله مشغل التكييف في الجو التلج ومش متغطي. قلب الام، يعني الام ده زي ما بقول لكم حاجه عظيمه جدا، فراحت مسكت ريموت التكييف، قفلت التكييف، وراحت ابنها نايم بالبنطلون ترنج بس وجسمه فوقانه كله عريان، وراحت مغطياه. لحظه ما بتغطيه راح ماسك ايديها وراح حاططها تحت البطانيه ونزل فيها، لا حول ولا قوه بالله، وعمل اغتصاب كامل لامه. لا هي قومته كان نظام ان هو ايه يعني اتى بشهوته على جسمها دون ان يحصل نوع من التدخل الكامل. الام جرت على الشرطه وراحت بلغت في ابنها اللي هو عنده 28 سنه 30 سنه، وفعلا تم القبض على الشاب. في الوقت ده قلب الام لما عرفت ان الموضوع ممكن ياخد فيه حكم قاسي قد يصل الى اشغال شقه مؤبده او اعدام، لكن مش هيوصل لاعدام لسبب ان ما حصلش نوع من الطب الشرعي ما كشف على الام، ما لقاش ان فيه اغتصاب كامل ولا حاجه، هو مجرد تحرش ومحاوله بعض الكدمات في الصدر وفي الهنش وفي الوسط، فبالتالي الموضوع ما كانش هيوصل لاشغال شقه او لاعدام. الام بقى لما عرفت العقوبه قلب الام وعظمه الام قعدت مع خالي الاخوان الواد اللي هم اخواتها وده وده، وقال له روحي ايه اسحب المحضر بتاعك وقولي ان هو ضربك فانت حبيت تنتقمي منه، واتهمت نفسها بالباطل ان هي اللي غلطانه وان هي عملت هذا البلاغ في الابن مكيده فيه عشان تعلمه الادب لان علا صوته عليها وكان عايز منها فلوس. شفت الام؟ خلي بالك الام كانت ممكن تدخل في بلاغ كاذب، يعني الام كانت ممكن تسجن، بس الام تقول لك ايه السجن انا بس ابني ما يسجنش، اتحبس انا بس ابني ما يتحبس، انا اتحمل ابني. لا شوف قلب الام قد ايه. وبالفعل خرج الابن وما حدث في المره الاولى والثانيه من اسف وبكاء ونوع من الاستحياء من والدته، وانا هموت نفسي وسامحيني يا امايا، وبس على قدمها والام سامحته ورجع البيت. المهم رجعوا البيت ومرت الايام والواد اتعدل خالص، لكن فوجئت الام ان الولد للاسف تحرش ببنت اخوه تحرش كامل، البنت اللي لسه ما كملتش 15 سنه حاول معاها لكن ربنا انقذها. فالبنت قالت لجدتها اللي هي امه على فكره حصل من خالي او من عمي كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا حصل نوع من الهياج، يعني انت حاولت تغتصبني مرتين ودلوقتي اتعرضت لبنت اخوك في البيت وهي لوحديها، انت ايه طالبه في البيت يا ابني؟ فقالت لها يا بنتي كده مفيش فايده بقى، انا هطرده من البيت وانا مش هينفع معايا الكلام ده لان هو فعلا اخلاقه اخلاق شاذه ما ينفعش. عملت الام خلت البنت في المدرسه وراحت لمت هدوم ابنها كلها وقالت له فورا دلوقتي تخرج من البيت والا هبلغ الشرطه فيك واقول لهم ان انت حاولت معايا وحاولت مع بنت اخوك. هنا يا شباب بقى كان في حالة من الهيجان لان البنت حكت لستها او لجدتها ما حصل، فحصل له نوع من ازاي وكدابة ومش كدابة، راح ضربها بالقلم، فقال لامه انا مش قادر استنى اكتر من كده انا بحبك ولازم انام معاكي، وراح شال امه ودخلها اوضه النوم ومارس معها الرذيلة. كم مرة الام؟ مرة اتنين تلاتة. هل غلطت الام لما سمحته في مرتين؟ ايوه، من اول مرة كان لازم يتحاسب. النوعية دي ما دام مش مدمن ولا بياخد مخدرات مش هنلتمس له العذر، حتى لو كان بياخد برشام، المفترض ان حتى ما نلتمسوش العذر، لكن هنقول ان هو كان غايب عن وعيه، ما كانش كان مجنون، كان واخد البرشام الاستروكس اللي بيخليه مش شايف قدام، لكن المرة دي في الثلاث مرات، مرة الأولى سامحته، المرة الثانية سحبت البلاغ من الشرطة وقالت أنا عملت كده علشان كان عايز ياخد مني فلوس وضربني، المرة الثالثة اغتصاب، وبعد كده حول مع البنت الصغيرة، هو إيه؟ في الوقت ده جرت الام واثبتت فعلا واقعه وتم القبض على الشاب، واجمل شيء ان صدرت المحكمه بحبس هذا الشاب 30 سنه سجن. 30 سنه سجن، اعتقد ان هو هيطلع يعني في الخمسينات من عمره او في الستينات من عمره هيكون منتهي. كل ده عشان ايه؟ مطلق، لو كل واحد مطلق مراته هيبص لامه مش هتبقى فيه ولا ست محترمه في البلد.
لو كل واحد بيطلع مراته يروح ينام مع عمه كنا نبقى في مهزله ومسخره. واحد يقول لي انت ما فيكش غير مصر بيجي في القضيه، ده بيراكم القضيه دي مش من مصر، من المملكه الاردنيه الهاشميه. الام اردنيه والابن اردني. عشان تعرف ان الجريمه في الوطن العربي مش قاصره على مصر ولا قاصره، كل الدول العربيه بتعاني من هوس جنسي غير عادي. كل الدول العربيه. في اوروبا ما بيحصلش ان شاب بينام مع عمه. في اوروبا ممكن اخر مره اتنين الاخ والاخت كانوا طالعين من المحكمه رافعين قضيه عاملين ايديهم كده علامه النصر، ليه؟ علشان المحكمة وافقت ان الاخ يتجوز اخته. يعني حتى في امريكا وفي الدول المتقدمة لما الاخ يحب يعمل علاقة مع اخته بيعملها بشكل قانوني، بياخد حكم من المحكمة ان الاخ يتجوز اخته. لكن عندنا هنا في الوطن العربي الواد مع امه والاخ مع اخته بقينا في هري كبير، وتم الشاب يقول لك غصب عني انا كنت مطلع مراتي وتعبان وامي فرس جميل. الله يقرفك يا شيخ، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.